كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي انتم فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين السيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. أهلا بكم مشاهدينا ضمن النشرة الاقتصادية. بلغت قيمة صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته حوالي 14.37 مليار درهم عندما تم شهر ماي 2014 مقابل حوالي 13.58 مليار درهم قبل عام، أي بتراجع بلغ 13.3%. وأشار مكتب صرف الذي نشر مؤشراته الأولية حول المبادلة الخارجية إلى أن صادرات صناعة الدوائية ارتفعت بنسبة 11.3% في نهاية ماي على أساس سنوي، في حين ارتفعت صادرات الإلكترونيك بنسبة 25.2%. في موضوع آخر، ذكر مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.1% في نهاية ماي 2014 ليصل إلى 84.94 مليار درهم مقابل أزيد من 83.16 مليار درهم سنة قبل ذلك. مكتب الصرف أبرز أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات بلغ 49.2% في نهاية ماي الماضي مقابل 48.4% خلال الفترة ذاتها. في موضوع آخر، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أمس بيروما أن المغرب يظل بتوجيهات ملكية ملتزما بتقاسم خبرته مع البلدان الإفريقية الشقيقة في تنفيذ سياسات طموحة تروم إرساء أمنها الغذائي بشكل مستدام. عرفت حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة ارتفاعا ملموسا برسم شهر ماي الماضي بلغت نسبته 7.5% مقارنة مع شهر ذاته من سنة 2013. وأفاد المكتب الوطني للمطارات بأن هذا الارتفاع تحقق بفعل حجم الرواج الذي شهدته هذه المطارات، إذ انتقل عدد المسافرين بها من 1,382,546 مسافرا في السنة الفارطة إلى 1,480,020 مليون مسافر هذه السنة. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونسهلها بالمؤشرات المحلية، حيث أغلقت بورصة الدار البيضاء جلسة ثلاثاء على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماداكس ومازي. مؤشر ماداكس أغلق الجلسة على 0.14% بمجموع 7639 نقطة، ومؤشر مازي أنهى الجلسة بنقص 0.13% بمجموع 9319.49 نقطة. بالنسبة لأسهم شركات المدرجة بالبورصة بأقوى الارتفاعات، نجد سهم وفاء أسيغونس حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 4.73% ليرتفع سعر سهم إلى 3300 درهم. في المركز الثاني حل سهم بيمسي والذي تحسن بما نسبته 4.26% لينتعش سعر سهم ب 808 درهم. وفي المقابل تصدر سهم غيسما قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 5.12% تراجع سعر سهم إلى 275 درهم. في المركز الثاني حل سهم أوتو هول والذي انخفض بما نسبته ناقص 3.93% ليتراجع سعر سهم إلى 83 درهم. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان. كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي انتم فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين السيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم.